نور الهلال. أقبل تعال فالشوق طال. السلام عليكم البنات، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين. المهم اليوم انا ما غنزلش لكم فيديو حيت زكريا بغى يدير فيديو، قالك ما تدخليش معايا فيه، بغى يهضر مع البنات. قال لك حيت داك النهار خليتو له تعاليق زوينه بزاف، وانما بغيت غير نشارك معكم واحد الحيله البطبوط بالنسبه لي ما تيصدقش ليها بصفه نهائيه، واخا ما عرفت كيفاش تكوني عاجناه بهذه الطريقه غادي يصدق لك 100%. سخنت المقله ورميت البطبوطه، غير تشد شويه غنقول لكم شنو غندير ليها. هاد الحيله قالتها لي امي، يلا قالتها لي هيا امي، نتغدى معكم في الفيديو. ومصايبه تبارك الله واحد الطرح ديال البطبوط ما نقولش لكم كله صدق، وهذه راه واخا تقاب لكم البطبوطه تنفخ. دابا ملي كنقلبوا البطبوطه حتى كنقلبوها نجيبوا شي طبسيل ديال الحديد ونغطيوه. انا حليت عليها دابايا، شفتوا هي بدات كتنفخ، شوفوا كيفاش تنفخات، وراه بانت ليا واحد هنا، هيا هنا راه مثقوبه هنا. غنقلبها وغنسد عليها ثاني وغتشوفها كي غادي تجي. شوفوا هي كتنفخ. هاد الطريقه انا ملي جربتها هو البارح البطبوط كله صدق، حتى وحده ما تقبات لي انا. شيو نحل عليها عاوتاني، ها انتم انا نحيد عليها عاوتاني. شوفوا قداش تبارك الله تنفخات. هما الطريقه انا عجباتني، جاتني سهله. شتو ها هو راه تقب، شتو تقبه، ومع ذلك بقى من فوق. وغنعاود نسد هذه، غطيب هذيك من التحت مزال ونقلبها ثاني طيب ونحيدها ونوريكم كيفاش تيجي من الداخل. صافي هي طابت، غنحيدها دابا نوريكم كي جات من الداخل، وغنرمي الاخرى عاوتاني وغندير لها نفس الديكور وغنبقى تنكمل. انا درتو كبير على حساب بغيت نديرو الطاجين، واحد الطاجين كيدار بالبصله ومطيشه بالبصله ومطيشه واللحم او الدجاج كيجي زوين. لا ما خصناش نغطي عليها دابا، نسيت نقلبها عاد نغطي عليها، راهي نسيت. دابا نقلبها ونغطي عليها وننساها. صافي غندور نلقاها تنفخات، غير تشد راسها ونقلبوها كما كتشوفوها. هو كله جا من فوق، ونحلها لكم ندير لها موس حيت سخونه. هانتو شتو؟ المهم هاد الطريقة ماشي ديالتي، قالتها لي امي، كنقولها شكرا امي، ونخليكم مع الفيديو في امي وفي زكريا. امي هي غتوريكم بطبوطة وغتسلم عليكم حيت كيوصل لها زكريا السلام، وزكريا خلاص بغا يوريكم فطورو. السلام عليكم بنياتي، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك هالشهر. السلام عليكم وليداتي اللي كتسولو عليا، الله يحفظكم الله يرضي عليكم. وهاد الشهر كنطلب من الله، الله يصابو لينا بالكمال والله يدخل علينا ببارك مسعود. وهادو عبد الطيبين طاد درتهم، بغيت نوريهم ليكم بنياتي ووليداتي. عجنتو بالحليب نيدو، عشق تاع نيدو، شويه الملح، شويه تاع السنيده، والفورس والدقيق حرش، وعجنتهم وخبزتهم، وبغيت عاد نوريهم ليكم بنياتي وما نشهيكمش فيهم. ولينا شي حاجه في خاطر، الله يجعل صدر ربي يطالي، والله يسهل عليكم، والله يحفظكم، والله يرضي عليكم كاملين. مبروكه بنيتي، والله يرضي عليكم، انا راضي عليكم، رضاتي مرضات والديكم. وسما بنيتي الله يحفظكم. السلام عليكم خواتاتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير والف صحه يا رب. جيت اليوم ندير لكم واحد، نشارككم معايا واحد الفطور ديالي، فطور ديالي متواضع انا والوالده. هاي الوالده هنايا، الوالده. نعم وليدي، السلام عليكم البنيات، السلام عليكم الوليدات اللي كيشوفوا في هذا سميتو. بصحة فطوركم ابنيتي، والله يحفظكم، والله يرضي عليكم، الله يكمل رجاكم، والله يعاونكم ابنيتي، بسلامة عليكم. المهم نخليكم مع الفطور بالصحة والراحة، وكنتمنى يعجبكم. قبلوا عليا وصافي، والله هذاك الشيء اللي قدرت راه قدرت نديرو وصافي. هذا هو الفطور الاخوات، كنتمنى يعجبكم. راه كلشي واضح وباين متواضع، راه خالي من الحليب، خالي من الاخطاء، خالي من السمك. على ذكر السمك انا تشهيت وما نكذبش عليكم، تشهيت السردين، ما تشهيتش شي حاجه اخرى. راكم عارفين السردين حنا ملي كناكلو معروفين به. مشيت باغي ناخذو مقلي، لقيتو ب 4 دراهم الوحده، ما فهمتش علاش داير 4 دراهم الوحده. 4 دراهم الوحده بحالها تيلي شارجي من بلاي ستور، غنلقى فيه الويفي من الداخل. خليته لي رجعت للدار،
جيت 4 دراهم زدت على 1 درهم خديت افوكا هنايا هاي فين كتشوفو فيها، درتها وصايبت بيها ودرت على اوريو، درت لي هنا الواليده طاجين ديال الكفته ها هو هنايا زوينه بارك عليا الله يجعل شي بركه. المهم ان شاء الله تندير لكم واحد الروتين ديالي ديال غنخمل الدار انا وغنطيب السحور. دابا السحور دابا صافي درناه السحور، دابا هذا فيه فطور وسحور الطاجين هذا. المهم ندير لكم واحد الروتين ديالي على قضيه المواعن، خوخه هي وبنتها كيغسلوا المواعن، مره هي مره خوخه ومره نويله، حنا العكس، حنا انا والوالده ما عندناش، حنا ديك مره هي اللي يشرب شي كاس كيغسلو، وانا ديما الوالده كتحط لي جوج المواس ثلاثه ما فهمتش الثالث ما عرفتش فين هو اليوم، حطت لي جوج ديما جوج ثلاثه، ديما الوالده كتحط لي جوج ثلاثه بحال حنا ذابحين الحولي وباغي نسلخو. المهم خليت لكم الراحه وان شاء الله ليا فراسكم بزاف بزاف بزاف. وبغيت نقول باغي نشكر واحد الاخت من مدينه العيون عطاتني لقب ديال السكاكيره، كنشكرها بزاف، لقب زوين عجبني بزاف، تحيه ليك اختي وان شاء الله ليا فراسك وان شاء الله وليا فراسكم كاملين، وراكم عزاز وعزاز بزاف، ربي اللي عالم عالم تشوف واحد راكم عزاز بزاف، ان شاء الله ليا فراسكم بصحه فطوركم، خليت لكم الراحه.